شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل صح لامها تضرب فيه خميري وانا قايم نكلت على السعد متاعي على الصباح سامحني زينب سامحني ساعة ما حبيتش نعمل الحس بالعاني باش ما نفيقكش يا سلومة والله العزيزة فشحتني الله غالب الله غالب ماك تعرف والنهار في الصيام اليوم وانا ما زلت كيف اللي على اعصابي هكا ولا كيفاش ونحس في روحي متدهشر عالصباح هكا يحسب روحك ما زلت ما فطرتش يا زينب انت ما الحكاية كلها بسيكولوجيك ماك تعرف التعود يخلق الادمان وانت مثلا ماك مدمنة على القمانة مخر كي سمعت الحس قمت مفجوعة علاش حكاية تعود ميرسي يا عزيزي على حكايتك اللي تنعس والله والله إذا تعود جبتني النوم يا رب يا رب دولندا صباح الخير نهارك زين اش عامل فيك نهار الاول نتاع رمضان لاباس انا بطبيعتي ما ناكلش ياسر في سير الايام والصيام ما يتعبنيش برشا صح عليك انا الحق يتعبني يصبح راسي يتلقلق على خاطر ما شربتش قهوه الصباح ما يسالش ايامات وتو تستانس وكينك على الماكله كي تجوع عليك بالنوم نالة تخليني نقيل والكوجينة لشكون باش نخليها جيب ربي نطيب شوية زوج جديد يخي قل لي سبوع التوى ما فاق لا تما دكتور سليمان قالوا باش يعود يجي المخر ويشد البيرو العشية صحة لأمه لأمي فضيلة واش خص بك جيت نالة تخليني نقوم نص النهار صباح خير صباح خير
عندي رديفو العشرة مع الدكتور. سي فتحي مش هكا؟ ايه اتفضل ارتاح، عادك بيجي دكتور. قلت لك مازال بكري وانتي تعالت معايا. لا لا مش بتحرك من وني لما قبل الدكتور، بديت منكم النصايح نتاعك. مالا مادام مازال ما جاي حتى كليون، خليني نمشي. داد ولندا ربي معاك. النار سارة ما قالت لكش تلندا؟ ما زلت ما شفتهاش. وليا سمحني تبعون كن فيقتك ماني ماشي. ايه اسمي اخذ رقد برك ارجع رقدان. الباب فلت من يدي يا سبعون، يعطيني يعطيني بجعتك شوية بركة نسيلش نعرف نقص بالعاني، خليني نرقد عيشك. أي رقد رقد واو ما عادش يعطيني أو كانوا مهرب ده ومسخط علي أنا. لطفوا 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 اللطف برا اللطف برا. صباح الخير عامل بيجي، شبيك تستلطف لباسه؟ جاب ربي الهالور متاع السيارة. ايش تقصد؟ لا لا حتى شيء، سلم على مدام جنات وقول لها رمضانك مبروك. سرقتي سي بيجي؟ علاش هيك؟ ايش عملت لك؟ وش عملتك انت زاد؟ هيك هيك تنفض عليا في الغباب على السماء. يا سيدي سامحني ما ريتكش. كيفاش ما ريتنيش؟ ما هو قبل ما تطيش الوسخ نتاعك، ثبت لخرة، شكون طلع في الدروج؟ ماني قلت لك مانيش بالعاني، شنو زاد؟ تحب تقيدها على حشيشة رمضان؟ يا راجل وسع بالك، راك راجل كبير وهذا ما يطلعش عليك. بالله يحلف لك مزروب، والباقي تو نوريك شنو اللي يطلع عليا وشنو اللي ما يطلعش. حتى أنت جاي مع الباجي. سليمان اشنو بيلت بالعشرة؟ اها باجي عايش خويا، هاي ما نبداوش ها؟ هاي صبح مانيش ناقصك. ومحش الزادة، تهك سايب رمضان على قاعدة. سيدي اللي عايش معاكم وفي وسطكم يحشش حتى في الفطار راهو. لا أنت خاطر معصاب، شو خوك؟ أنا سنة قررت باش نعدي رمضان في فورمة، باش نولي نحل الحانوت على بكري. اغزلي، مش أنشط من الفطار؟ اي باهي صحيت، فتو نعلقوا لك شهاده في الحانوت. شهاده؟ اي شهاده المرمضن المثالي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير دلندا. صباح الخير دكتور. هذا سيد طال عشره؟ اي نعم. تري تري بيان. هاي تفضل سيدي تفضل، مرحبا بيك. تفضل ادخل. خذ راحتك انا جايك. لا تعطيني الفيشه نتاعو. وي. دكتور رد بالك منه. ظهر فيه عنده مشكله كبيره. إلا أن بو بيزار. لا ما تخافش كاكا، في شهر رمضان البيزار كله يالي نورمال. أطلع تشوف حالات العجب. المفيد أنا مريض كيف نكاي، ساعدني على الصباح خليفة مش منفيق. البيزار باش يكثروا في رمضان. يا بنتي فماش بيزار قدي انا راهو، بالعكس كي نبدا صايم وناقص نوم، تو سمعني عاد، سمعني خلينا نرجع نرقد. بون، قول لي سي فتحي، شبيه يحس بيك ياسر نرفو هكايا؟ ها؟
هذا الكل محشش على سيجارو؟ لا لا بطلت الدخان عندي 6 شهور ما مش هذا المشكل دكتور. عمل ايش هو؟ تكلم تكلم ما تخافش. عندي مخي يحكي معايا. كيف؟ عندي هكا كل صوت يزن في راسي ومخي ولا يحكي معايا. بون. اي ومن وقتاش حسيت اللي مخك يحكي معاك؟ ملي بطلت الدخان. بون يلزمني تو نوضح لك حاجه قبل كل شيء. اللي يحكي معاك ما هوش مخك اما السوبكونسيون تاع مخك، متفاهمين؟ تقصد اللاوعي نتاعي؟ لا لا ما ظهر لي، على خاطر انا تعمقت في الحكايه وما ثماش كتاب ولا مقال يحكي على السوبكونسيون ما قريتوش. انا عندي حاجه اخرى دكتور. شنو هي؟ عندي هكا صوت يعكسني ويدخل فيا ونهار كله يصدق لي. ظهر لي وانت تعرف خير مني. السوبكونسيون ماهيش هكا. شو شو اسمع، السوبكونسيون دوبو دوب روحو راهو عمره ما يعلي صوته على مولاه، وذاك علاش يعيطوا له السوبكونسيون. اما الصوت اللي تسمع فيه انت ما نعبر عليه بلغه كل يوم هو التوسويس نتاع الشيطان. ليه ليه ما ظهر لي كان الشيطان؟ على خاطر انا كل ما نعمل حاجه خايبه مخي يقول لي علاش ما حقنيش. مثلا مره انا متعدي بالكهرباء وراه على حافه الكياس مراه حبله مرصده بقفه وش تصب عليها تستنى في الكهرباء فوت ومشيت. شو ما قلتلهاش جوستومون هذاك قال لي مخي من بعد شديت فرا زدت شارل دخلت فيها تاكسي ورجعت لها مرش ريال. يا باي هنيتني المفيد كي رجعت لها. هبطت الشباك وقلت لها نوصلك يا مدام. شعلت فيها وفزعت عليها العباد وقالت لي تصيف العسول وتخلق في وراها حبله. المثل بتاعك واضح واضح اما حالتك نادره. وشوف طويكه يزمك توضح لي حاجات اخرين. شوف انا باش نسالك توا وانت تجاوبني، قل لي انت اش تقول ومخك اش يقول، متفاهمين؟ فهمنا. بلا طلع طلع بيه. شو ما تكلم في انا مخي ما عجبتوش طلع اما انا حاضر اسالني وانا نجاوب. سي باشي. انا جنات. يا مرحبا يا مرحبا، ان شاء الله رمضانك مبروك. يا عايشك انا ما جيتش على هذا. صار وانا قلت كي السبه لجنات جات هني وتبارك بالموسم. اي وانا جيت نهني فيك عشار اللي نفط فوق الغبره. ابي فيسع جاي يشكيلك يا اخي، حتى في رمضان ما يسموش على الصبه. انا عامك الصادق ما يهمنيش فيه، انا على الدروج اللي كل يوم توسخ فيه. انا نوسخ في الدروج؟ لجنات انا حالك باش ما رمضانش. اما كيما قالت ام كلثوم يظلمني للصبر حدوده. المفيد اني نبه عليك خطر البلدية نبوا عليا وقالوا لي البلاصه مسخ. هما نبوا عليك جيت تبه عليا. اي على خاطر كان مش الغبره نتاعك ما يلزموش عليا باش نبيض البلاصه من برا. انا بالله بالله يا باد ربي شنو تو شويه غبره باش ترقش حيوط بلاص وتمسخوا ويزموا يتبيض. مالا كل زاد ناويه تزيدني حق التبيض في الكراء. والله فكره وتو نزيد نخمم فيها. الو شكون انت؟ باهي توصينا ملسوخ؟ باهي توكي نجي نجيبها فيدي. مانيش منرفز قلت لك مانيش منرفز لبس عليا. هيا خليني نخدم على روحي. عادي فريق مرحبا عسلامة. رمضانك مبروك. يعيشك ام فضيله. شنو حوالك؟ وحدك جيتها؟ كان جاي معايا حد ام فضيله نكركر هالمغسل الكل وحدي. على شتو عفير حط غادي حط ولدي حط. لاباس وقتاش جيت من البلاد؟ خرجت من الدار 5 متاع الصبح. هاي زغليت الكار 7 هاي ملي وصلت من المحطه هاني جيت على رجلي. مرحبا بولدي مرحبا زارتنا بركه. وعلاش ما قلتليش راني بحط اسبوع يتعرض لك في المحطه؟ ميسالش امي فضيله ميسالش، المهم هاني وصلت. هاكا ذوك مقضيات بعثهم لك بابا عولا الرمضه يسلم عليك وقال لك راه ما نجمش نجي. لا بالصابه بتاع المعدنوس زايد معاه ما يتفكرنا كان هو. اي حاجه شنو احوال البلاد؟ الحمد لله قاوة عمك شعبان تخدم اللهم صلي على النبي، قاوة الشباب تسهر لل 11، وقاوة عمك بجمعة بنا فيها كونتوار بزليز وزاد لصق لها تلفزة في العيد. نشد فيك على القهاوي أنا، نشد على جيراننا وحبابنا. لاباس خالتي فضيلة الحمد لله. خالتك محبوب، ماي بنت خذت واحد يقرا معاها في الجامعة، وخويا شريف مش نزادت له بنية وسماها شريفة.
يا سيدي مبروك عليه الا شريفة. أمي فاضيلة يا أخي مع عسلمة دكتورة. عسلمة كرتوشة مش هكا؟ ليه أختي زينب هكا توا كرتوشة فوشيكة فوشيكة تي راجلك خرجها فيا تي كيفاش تنساه؟ يعطيك باقي شد صحيح في ولدي اللي سماك هالسمة. شنو خالتي فضيلة ديما تنغر على الأولاد؟ تنغر عليهم حتى ما ننساهم. قل لي مازلت تعمل في الفلاحة مع أبوك؟ فلاحة؟ تي ليه بنتي أنا فلاحة؟ قدمت استقالتي قومين بكري ما نجمتوش وزيد ما تفهمتش أنا والبقر حاشاك. توا عندي شهادة في الطبخ ماني عملتك من مين؟ أنا حتى طيب متاع الرجال ما دخلش المخي. بالعكس يا مي فضيلة تطيب الرجال ساعات أبن من تطيب باش صنافة. مو الكل من سلي كيفك ما تحبوش تطيبوا حتى تلزوا الرجال يدخلوا الكوجينة. سامحوني قبيلة وأنا متعدي من الكروار رميت عويني على الصالة نلقى وحيدة قنبلة قاعدة في بقعة السبوعي. يا أخي ما تقولوا ليش شكون؟ هذيك الكاتبة الجديدة نتاع سليمان ولدي كانك على السبوعي ما زرقت في بيته برا برا فيق وتو يفرح بيك. مش كان نستناه في الصالة خير؟ ليه عاد قنبلة وفوشيكة ياسر علينا رمضان راهو كان كناسي. إيش بيك أختي زينب إيش قلت أنا؟ نقصد توا رمضان كما قلت أنت وكان نمشي نفيق توا أسبوعي وهو صايم يبداش يبين نومين يسخيني ربيع دجاج نمشي في غلطة. يا ربي يا ربي إيش عملت له بس فيه؟ هون هز السكر بديتيني وجزت لك هالغرق داير بي إيش تحب تكون فوشيكة؟ نقعد ساعة أنا نستنى بس يدك تحل الباب. ويني ويني ويشة ويشة يقع يقع وشيكة ويني كفوشيكة والله يتوحشني كفوشيكة. قولي قولي فوشيكة وقت جيت؟ جيت للدنيا عندي أكثر من 35 سنة نهار 5 يوليو عام. يا ولدي أنت متفرديك نحسي اليوم وقت جيت نزلت تمشي طيب وأنت باقي تكركر لتوا راقد. والوش تعملي نقوم بكري إيش عندي نعمل أنا؟ عليه يا اخي ما عادش تخدم مع اخوك؟ لا ما زلت نخدم عليه شفم ملا كليريتها قاعده في الصاله اش قاعده تعمل غاد؟ غاد قاعده تدلد دي سيدي خويا جاب باش تعودني هي تخدم الصباح وانا من نص النهار التالي. توا فهمتها ريت ريت وجيك صبرت صبرت حتى زياد الترقي اسبوعي واش ما يكملش ياخذها لك خوك القنبله؟ نعم بابا عندي قنبلتي واشب حتى من دلندا. اي أشب من دلندا؟ ليه عاد ما تقوليش خاطب هاي فوابي؟ اسمع السيدي على الوضع. ترى هاي فوابي كي تعجل المغنيات الشرق الكل ما يجوش في الشفرة بشفرات عين عزوز يا هاوي. ما شنو اسمك تعرف مليح بعض العجلة. دونك أنت كي بطلت الدخان العزيمة متاعك تغلبت على الإدمان متاعك والإرادة اللي عندك عاونتك باش تنحي السواقر. لكن هوني شخصيتك تدخلت وحاولت تتأثر على مخك فماش ما يقنعك وترجع تتكيف. هاي ولد سوق دلال هذا الكل على خاطر بطلت السواقر. مالكش تسخايل انت ترى نحاول قاعد انبسط لك توا وماذا بيك تنحك السيجارو اللي في يدك هذاك هذا اي هات لنا هات لنا خليه عندي وحاول نهار كامل اليوم تعديه من غيره. وإذا كلمك مخك وقال لك طفي كلام الطبيب أخو سيجارو آخر ما تسمعش كلامه. كيفاش دكتور؟ أنا ما نعمل كان اللي يقول عليه مخي. آها رد بالك مش ديما فما زاد اللوجيك فما المنطق. واللوجيك باش تكلمني كي مخي؟ إيه المنطق هذا تحس به سكوتي أما لكن حقوقي صحيح ما يتكلمش أما لكن أنت يلزمك تسمع كلامه. تعبت تعبت بون لا سيونس دوجوردي اي تيرميني ها نتقابلوا الجمعه الداخله عباره تعدل السكرتير خذ رونديفو وما تنساش باش تعطيها لي زونورير نتاعي. بارك الله فيك دكتور يعيشك في الامان في الامان ان شاء الله لاباس. فوالا السيونس الاولانيه تعدات سلامات صحيح انا صايم لكني في فورما. وي فوالا 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 بيان. الو دلندا كان كملت مع السيد تعدى لي حاجتي بيك ها؟ وي دكتور دلندا خذ لي نوت هذوما وحطهم في الدوسي نتاع الباسيون اللي كان بحذايا.
حاضر دكتور. أما دلندة تبارك الله عليها مش هكا. شنو سميوها دكتور؟ شكون شكون اللطف؟ شو وصلنا ال نحكي عارفي شيء؟ دكتوره سميه دكتوره. حاضر دكتور. زيد زيد شده بحذاك ما تخليهاش تمشي. دلندة دلندة. وي دكتور. الكتيبة واضحة متاع لي نوت؟ واضحة. ماني استنست بها دكتور. فيسع فيسع طلع لها بطلحة خليها تزيد تقعد. دلندة دلندة. وي دكتور. اقعد شوية مازال بكر. مازلت حاجتك بيا دكتور؟ مازالوا عندنا دي رونديفو اخرين؟ الرونديفو جاي بعد نص ساعة. تري بيان، مالا خلينا نمشي شوية بحذا الباجي. يا خواف من مرتك، أو والرسمي ربي يجيبه. اللي حصيله مزعمك في الطبابير. طويل هالقطان باجي هاي ذروعك ماكش مرمط. باجي باجي. هاي شنو؟ شبيه وجهك اصفر ودي داخل بعضك. باش نحكي لك يا باجي باش نحكي لك. تعرف من قبيله وانا نسمع في اصوات غريبه في بيرويا. هاي بعدا نخدموا في بلاص واحده الصحارى بس هي الذروات تطلع مسكونه. يا باجي يضل لي فيك السكر انت مش وصل لك مليح لمخك. انا نقول لك الصوت والصوت هذايا ها نسمع فيه في وزني. يا راجل حكايه فارغه هذاك الشيطان يوسوس لك. ما يرمز كيف نسيت هو جاء ربي يا باجي فك عليا من الحكايه الفارغه. قالوا شيطان وما شيطان. انت تقول حكايه فارغه وانا نقول لك اللي الشيطان قاعد يدور في الطاقم تاعنا مسبح مسيب خلقه بكل ومكبش فيا انا. هيا يضر لي فيك انت بديت تهتري والصيام هكا طلع لك ما تقوليش صيام ومانيش مرمز. تي مالا أنا من قبيلة ودي تحكي لي على الشيطان. نحكي لك على الشيطان على خاطر 6 مليار دوات من البشر ما تغلبوش عليه. تعرفش علاش؟ على خاطر لاهي بيك. لا على خاطر خايفين منه. وابدأ بيك انت. اي نعم انا خايف من الشيطان. من سنة رمضان تلقى نهار من النهارات جاء باش يصلح عندك حاجة وغشيته. شنو سي باشا باقي طلفته حتى في رمضان يا راجل؟ شبيك انت يا سيد داخل فيا فندس؟ ما خد يا سبتار تصلح. اي البارح ما دورش القصعة. تلقاها الشيطان هذاك كبش في القصعة باش مات وصل من هكيت. خويا برمشي اقضي قضيتك ورجع لي قبل المغرب اطوشو فولك سيدي. باهي سيدي هاني ماشي ونرجع والمرة هذية يتصلح على قاعدة. يا ذنوبي سكيما نختان يا. ايه يا حسرة على الصغر. تعرف لو كان نلقى نعطي شطر كرشك يا سبوعي ونرجع لأيامات زمان. ايش تعمل الأيامات؟ بشحر الرستوران في البلاد؟ رستوران في البلاد؟ تلا يا راجل ما تمشيش. انت تعرف اللي غادي اللي يشري خبزة من الكوشة يروح حاشم خالي عادي إذا يفطر البرة من داره. من بلا باش ترزيلك ترجع تفلح مع أبوك وخوك؟ أنا أخوك ضربين المسحة ما نقدوش بدني على قده تدليعة تغلبني. وزيد عندي حساسية من ريحة القرد وصوف العلالش. يا عادي قلت ندبر شي خديمة في تونس. شو بابا؟ فوشيكا باش تولي بحذر هنا في تونس؟ إي وين باش تسكن؟ قول لي ساعة، أنت تسخر في الليلة؟ يا باشا شنو هذا اللي عامل فيها شيخ وناصب وفي فورما وكالما سي بيلت وفات لك الزينيتود والعباد تغني الواحد رايض يبداو يقرقشوا في المشاكل من الحيوط واللي تمسوا تسمع حسوا. تعرف نهار اليوم عملت 3 عركات على الصبح. شيء طبيعي على خاطر الصيام صعيب ياسر يفشل بدنيا ويتعب نفسانيا. نشدني انا نقول لك اش عملت في البان؟ مش عادي ما نعمل الفالطه ولا طلعتها. على خاطرك على اعصابك وبدنك ناقص سكريات. ماك تعرف السكريات همين ياسر في التوازن متاع المخ وزيد نقص في الكافيين متاعك القهوة. يا قوي اكل قهوة يا باجيك الريحة متاع القهوة ونقص في النوم. اش يعملوا؟ يعملوا تشنج عصبي ظرفي ما يعبر عليه علميا بالخلايق الفاسدة. زيد على مرمتي سي الدكتور كبش تقعد تمقص علي نهار كامل خليني نسكر الحانوت ونهج وما نرجع كان نهار الثامن العيد. هكا هكا يا باجي هكا خلي خوك وحده ها
وانا على شكون باش نشي ندردش هاي تعاش كيفاش بشبوج هاي نكملوا خدمتنا تاويكا ونهبطوا نعملوا دولاشة قبل شقلفت شقاولك لا يا خويا انا خلاقي في صباتي وزيد نشوف العوج بتاع الشارع والغشة بتاع الحوان تلا ما يصير فيا تيزي يا راجل يزي وسع بالك وكبر قلبك عطوا نهبط انا وياك مصلي على النبي لك المرشي سنترال راي تبارك الله كل خيرات مبزعة فيه وريحة الحوت بعد نطلعوا نهج جمع الزيتونة نشريوا شوية قطايف مقروض شوية البن دقلة وذنين القاضي للسهرية وبعد من غديك نتسرس بوطون نمشي ونتسالين ناخذوا كل فلفل بر العبيد وك الطرشي والهريسة العربي هذيك وك الزيتون الأخضر المفرشخ هذاك زعما نلقاو ملاوي بربي قل لي الشيطان قدش يخلص فيك اسمع خير دلد توا صباح الخيرة نسيت بكري كي سكرت الباب في وجهي باهي سمعني ما تغشش عليا ماك تعرفش نقصد وزيد اليوم صباح جيعان هيا باهي عطيه قدم لك صاحبي هذايا بتاع الصغرى فريد شهيرة فوشيكا دلندا شهيرة ددو نتشرفوا مدام مدموزيل ها مدموزيل هذا التبذير في رمضان اللي حكى عليه الدكتور عكيف والتوا ما زلت مدموزيل وين الرجاله يا اسبوعي مكثرهم يصبحوا ريقدين انا يلا شيف كوجينا ومتخرج بالتكوين المهني اللعب ليه معلقوا من بكري تعرفوا شيك حتى نزمي نعملوا ذي تكوين المتهني وناخو شادر واللي يقوم بكري ددو سيدو خويا متفاضي فشيك حاب يدخل يتسلم عليه ليه ما هوش هوني مشي حدا البيش يا وجي هيا بيه وقد قد قد سدي وقد سدي من لبو فيجة مش تعمل هيلو خويا هاي تفضل معايا نعم و تفضل معايا يا اخي شبيكو اي لالا نتفضل معاك وين تحب انت يا لالا انا رجع لك صحوبه يا سيد هذي عزه الخطيبه متاع اسبوعي هذي عزه هذي عزه تحكي لي عليها اما بعد العجنه ظهر فيها خمرت شويه 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 نتشرفوا لعزه وبيك يعيشك يا اخي شكون السيد يا اخي ما قلتوش هذاك انت صاحبي بوزيكا برا 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 وانا نقول منين نعرف هالوجه يموك اللي جاك العام يعطيني مشي في بالك لي عندنا انت بنت السحارة جارت خالتي فضيلة اي انا شنو تبدلت مش هكا من ناحية تبدلت زين زينت أما مخك ظهر لي بحاجة نعم؟ اي مدام رضيت بسي سبوعي خطيب مدام مخك بحاجة المشكلة اللي أنا وسبوعي مانيش مخطوبين رسمي أما باش نعملوا الفتحة ليلة 27 كي نكتب تقول انت في يدك 26 يوم باش تخمم فيهم خمم العزة خمم خمم وربي معاك شنو فوشيكا اش تعمل هوني يا ولدي وقتها جيت جيت في وقت غفلة كما تعرف ضامر كالعادة شفت اما لتونس عمدي يدوب ساعة هيا باهي باهي الوالد واخوك لاباس الحمد لله والبلاد لاباس حسب ما يحكي وحمد لله سيد خويا فوشيكا جلدون سرا ولا وجع على خدمي هو بشير سكي بحذايا ايامات ابو يا باي مرحبا مرحبا والجماعه في بالهم اي الوالد وخويا بالطبيعه في بالهم لا 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 نقصد امي ومرتي اش قالوا خالتي فضيله قالت لي مرحبا بيك واختي زينب ما قالت شيء ابو هذيك زينب مرتي ونعرفها مادام ما قالت شيء مدام موافقة حسيلو مرحبا بيك في داركم سمحني توا عندي مريض جايني أتوا نتقابلوا بعد في الدار الركشة عزة يا عزة وا خوين مشيت يا عاد بابا سني وقال لي فريد زرعت قلوب البطيخ وش قلت له ودي قلت له سامحني يا بابا راني قلقت نقشته يا عمي فوشيكا عزة يا عزة يا
راحتيني نسيت روحي نانا باش تشوم لي نهار حتى لو كان جيت عندك اليوم. جيتش هاني جيتك يا نانا. شي حريق صعدي وعلى يمي. حسن استنى اسمع دخلني معاك تنسلك هالك. كيفاش يا بنتي دخلني واسكت على روحك. تبعني وربي يستر. مش تبحت عليك التحليق في الصالة لا؟ نانا كنت في الصالة نحكي مع مع شكون؟ معينا كليون كليون. هي نحكي مع الكليون هذا. وشكونه هذا؟ أنا صاحب أسبوعي وسي سليمان جيت نعدي بعليهم يا مات. هاي بيه هاي تفضل مرحبا تفضل اقعد. وانت برا شد كوجينتك؟ ليه عاد اخذتي جنات كيفاش شد كوجينتها؟ انت هي مسكينه تمدح فيك وتحكي لي عليك وتقنع فيا باش نجيك لهنا باش تشوف لي. ماذا بيا خليها تقعد تسمع انت باش تقلي لي انا. بيه على كيف هاي قدم لي روحك. اسمي فريد وشهرة فوشيكا. فوشيكا اسم الله العظيم فوشيكا. اي فوشيكا انا مولود عام يجيج البالك نسيت عمش مولود. اما واحدة وينسى عمره. اي استنى هاي هاي ايوة هاي. يا ودي نسأل فيك على عمرك ما قلتلكش وريني تصويرتك. شفت معناني كي كنت صغير انا. ما تبدلتش كي كنت صغير كيما توا. والله طمنتني يعطيك صحه خاطر انا راني نخاف ياسر من الكبر. ايه قداش تعطيني عمر؟ نعطيك عمر 25 سنه. لا مالا 30 سنه. شنو مالا قديش؟ تو كنت نفكر عماش مولود تو نقول لك. هاي قص واحد انا ياي قصينا. سمعني ساعه سمعني. ايوه وكيفاش نعقدها انا؟ معناها انو في قلبك اللي انت تعمل بالكارتة وباللي باش تقولوا الكارتة. الكارتك تتكلم. اسكتش انت ولا تو خرجك. لا عاد اختي نجات كيفاش تخرجها؟ هذا هي مسكينه الطفله اللي عندك تبارك الله عليها. تعرف هي اللي تشكر فيك وقنعتني. لو كان مش هي شكون كان يقول انا باش نجي نهار ونقف قدام دجاز. هيا بابا حدك حد المسكره. ايوا اولا انا ما اسميش نجات اسمي جنات. ثانيا انا مانيش دجاز انا عرافه. ثالثا اما تحكي لي شنو هي مشكلتك ولا سامحني البرة راني ما نحملش تفدليك. باي ما تخشش خالتي يا جنات. شوف انا مشكلتي هي الخدمة. باه هاتوا نشوف لك قدرة ربي تلقى خدمة فيسع فيسع زي. مش مشكل انا مش مزروب على الخدمة. عندي رمضان كامل نحب نركش فيه يا من حيال بعد العيد. نانا علاش ما تشوفلوش على اموره الاخرى؟ انا هي اموره الاخرى اموره العاطفية. العاطفية أكاك لو كانت تقعد تشوف من هنا الغدوة كان تلقى شعرة بتاع ريحة لنثة أنا مستعد باش نعطيك كاس نوبل بتاع العرافات. بسم الله العظيم الرحمن الرحيم. شنو تحب زادة؟ شنو سي سليمان؟ ليزي أمك وخوك وزيد صاحب خوك؟ شكون مازال باش تجيب تسكنوا معايا آخر في الدار؟ تحكي على فوشيكا؟ تو هذه عامله منها قضيه هذه. يلا اولا هاو باش يقعد بحذا اسبوعي. ثانيا زوالي مسكين وبوه كان صاحب الوالد بتاعي الله يرحمه محسوب تربينا مع بعضنا. او بلوس تحكي كلها بروفيزوار. انا مخوفني كان البروفيزوار. تيزي يا زينب تيزي نايرين كيف حتى يرقى خدمه هكا مسهلها الخدمه. يا بنتي طفل عنده دبلوم في التطيب ما تعرفش اللي الهمهامه ماشيه برشا عندنا. تقول لي مهندس ولا طبيب ممكن يستنى شويه. ما كثر ربي كان الوتله والريستورونات والوليد عاقل والله. تعرف نتصور اللي انت وياه تتفهموا مليح. ما هذيك هي مشكلتي انا اللي نتفاهم معاه من داركم بعد نهارين نلقاه ساكن معايا. تقصد في اسبوعي؟ لا نقصد فيك انت. بون انت مشكلتك واضحه مع النساء ما تعطيش جنب للمراه. يقول بالعكس هما اللي ما يعطيونيش لا جنب لا جرد اصبع نحط فيه خاتم. اما نورمال مش عزه
أما لا بأس توا كي نولي كوجيني معروف، علاش كون نرضى؟ أنا هي المرأة اللي تقول لها على راجل يهناها من القضية والكوجينة والتطيب، مش يتسمى العز؟ إميلة بابا بلا دبر خدمة وكي تترسم إيش تنشوف لك؟ داكور دي ولا خالتي جنات، مالا موعدنا بعد العيد. هاي قديش لازمك؟ أنا ناخو على الكليونات 30 دينا. وكي يبدأ واحد كيفي أنا هكا جار ومحسوب نسيب؟ والله إيش باش نقول لك؟ هي تبركة ما يسالش، هي 25 بركة. 25 بركة هذا اللي بي. صغيرة ما قلتلكش. اش قلتلي إن شاء الله خير؟ اللي أنا بطال. أما ما تخافش ما تخافش خالتي جنات، قدرة ربي تو كي نخدموا ورجلوا موري نخلصك. اسمع يا بابا يكون في علمك اللي أنا ما نخدمش بالكريدي. نانا ما تتغششش، هو باش يسكن بحذينا وين عنده هارب. هي بالك نخلصك في العيد، كان هكا دبرت مسيد مابا نورمال. مابا عسى هزوا خرجوا عليا، تخرجوا عليا، الدم قلبيك على راسي، تخرجوا عليا. اخويا تفضل معايا نوصلك. اي نوصلك البيت راجلك ان شاء الله بزاف. سيدي بو منديل، هيا شاية طيبة اختي جنات. شاية طيبة؟ منين مشيتي انا شاية طيبة منين؟ ها بعد اللي وليت نشوف الكريدي. يعطيك العزي، دخلت لها تريدو في مخها وزدت كملت ما خلصتيش. ايش بيكم بتيتو لباس؟ لباس جاب ربي، جاب ربي معايا فوشيكا منعني من شو هي بيدها تحاسيلو وحدك. عليه ايش عنده عمل سي جيبر فوشيكا بتاعك؟ شنو ايش عندي عمل؟ تعرف الباي بتاع الجزوز؟ اي حطيته لها في وضنها يوب وشربت لها مخها، فهمت؟ ما فهمتش. كي العادة هذيك، علاش ما تنجمش تبرد لي على قلبي من نانا كيف وشيكا؟ عزة ايش احكي لي ايش عملته؟ دادو اسمع كان يطلع هو اللي عاود رجع، الا ما نكبش فيه حتى يخلص. ساره هو انت عزامه خالد جنات يسلمك. جيت في ساسر خالد جنات، كان صعب هذاك فوشيكا ها عمل لك حاجه ولا قلقك ما تحجبش مني؟ قل لي وانا نوريك فيه. ايش جابك ربي؟ صاحبك نسالو 30 دينار توا تخلصتي فيهم. 30 دينار وانا شو تاخرني منين باش نجيبهم؟ دبر راسك، ما كنت تقول صاحبك وما صاحبك توا تكحهم. ما كانش والله الا ما نمشي نشكي بيك انت وياه لو ما كل خوك. امي خويا لا عايشين خالد جنات، ما باهي خالد جنات مازالش خلصك بالكريدي. هيا باجي نمشيو. يا باشي كانال بلوس رجعت. وي وين الكانال وين؟ تضحك هيك سيمان طيحت لي قلبي وتضحك. ما قلت ناشط عاد ودمك بارد وفي فورما، ياك طلعت تروا سيلندر في ساعة تطيح كو. اسمع ما تكملش على مرمتك، هما ثلاثة عركات هما أربعة، عندي كيف كيف راهو. يزي بالتبابير نتاعك تنتي من كار نفخة تطيح. هاي برغسل وجهك بر، هاني نستنى فيك بر. سليمان وي شكون؟ وقت وطوى باش تخرج تسكسك في الشوارع بين النصب في عوض راك عامل تقهيلك لعبد الكل. ايوه والباجي اللي فيقته اش باش نقول؟ اش عليك اش عليك فيه الباجي؟ يكبر وينسى في ساعة روح اضرب الهنومة قمقومة وقوم مع المغرب قطقل في ساعة قبل ما يخرج الباجي. وين؟ لازم ابطي استنى في اللوط. الله يهدي لا يرقد ولا يخلي شكون يرقد. شنو هو سي الشباب؟
تتصورك هكا تعطي كلمة صاحبك وتفصح بيه يكب بساعد الصحبة. اها ايا من فضلك ثبت روحك اش تحب ومن فضلك يعيشك ما اسمحلكش باش تكلمني بالصفة هذه. بسم الله بسم الله سليمان شبيك قمت تعيط؟ لا لا حتى شيء حتى شيء كنت نحلم. واه يا اخي مسانس تتكلم وانت راقد وزيد سيحك قبض مش متاع واحد كان يحلم. باهي ما كنتش نحلم من فضلك يا عايشك خليني نرقد هكا بعد ما تفجعني ما فماش نوم الا ما تقوليش بيك. تي يا بنتي حكايه فارغه حكايه فارغه وتوا كان نحكيها لك نعرفك راه تقوم تضحك. امان سلومه تعرفي نضحك عليك انا. تي يا بنتي الحكايه وما فيها من بكري وانا نسمع في صوتي كلام فيا. صوتي كلام فيك؟ اي تعرف سليمانة انا ننصحك من غدوة تمشي تشوف بسي باي. شوفت نبي ريت هاكا قلت لك شي نستاهل اللي حكيت لك. تيزي بركة نفدلك معاك تشبيك تنغر فيسع. سليمان يزمك تهز مرتك تفرهدها وتسهرها. شكون معايا يا سيدي؟ انا الصوت دويو خرجها انت انا ما عادش اسمع كلامك. شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل. شوف لي حل شوف لي حل شوف لي حل شوف